قبل قراءة القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم تقول نعم قالوا لما القرآن يسدي من قاتل خيره ونمني الله سبحانه وتعالى من الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي زبد الكريم زي قالوا لما القرآن سمي سمي لما نهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم أعوذ الذال لابد أن تسمع ذال لا أعوذ أعوذ خطأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زين فما نقول ما قال ليش نسيب زين من أعوذ بالله يوشين ليتعال زين لو سمعت شابو بنوصل يتعال من بوك ليلا أعوذ أتون أعوذ كسميت زين أعوذ أعوذ. كلهم لا أحد يستخدم التليفون ممنوع عندنا اللعب هنا. ما قالت زين. اللي يريد تليفون يخرج الخارج. نعم. ما قالت الشيخ ما تبيش التليفون شيء زين. قرب علينا هنا تعال. تعال هنا. نعم بعد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم زي أعوذ من فمك أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زي ومتنزي بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعد هذا تقرأ الفاتحة مثلا قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أبرئ يوم زين هو أفق ممك سورة نو يسكن سورة زي بكين زين فسيبتي كوي ما أقول لي أعوذ بالله هو بتقول لي ما لو بسم الله من مك سورة الفاتحة سورة الناس سورة الإخلاص من قبل نعم